في السيشن الثانية من الموسم الخامس لورش عمل رمضان جانا. معانا النهاردة دكتورة عبير عبد الحميد عامر، أستاذ مساعد الحاسب الآلي ونظم المعلومات من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وحاليا منتدبة بشكل كامل لكلية الأعمال قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية. دي السيشن الثانية من مجموعة سيشن السنة دي إن شاء الله، كلها مخصصة للحديث عن الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. زي ما الأجندات الكاملة وصلت حضراتكم، هي معظم السيشنز بتتناول التطبيقات الذكاء الصناعي. دكتورة عبير النهاردة هتتناول الموضوع من وجهة نظر شوية يعني مختلفة، like back to the basics. كتير مننا لما بيجي بيقرأ وبيدخل في الآرة بتاعة الذكاء الصناعي بيبقى فيه بعض التيرمز والمفاهيم والابروتشز في الذكاء الصناعي ربما ما بتبقاش واضحة بشكل كامل. دكتورة عبير النهاردة هتوضح لنا terms approaches وبعض الأساسيات في هذا المجال، hoping إن شاء الله إن هي هتساعدنا كمجموعة من الأكاديميين أو الطلاب أو أيا مكان الفئة الحاضرة معانا النهاردة، إن هي يعني تبدأ في المجال ده بشكل أوضح وأسلس إن شاء الله. أخيرا أنا مع حضراتكم النهاردة مودريتور السيشن دكتورة سالي جلال من كلية صيدلة اسكندرية، وأهلا وسهلا بحضراتكم. دكتورة عبير اتفضلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ بتشرف بوجودي مع حضراتكم النهارده، وشكرا للدعوه الكريمه من دكتور غاده. لو حصل اي حاجه تاني هعمل كده ان شاء الله. اوكي، باذن الله ما يحصلش حاجه ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدا زي ما قلت لحضراتكم، هنبدا في شويه بيزكس وفاونديشنز للفاونديشن اوف اي اي. هنتكلم على الانتليجنس، هنتكلم على الابروتشز. تمام، اول حاجه عايزه ابدا فيها بس اللي هي العلاقه الاي اي بالاذر ساينسز. تمام، بنلاقي ان في مجموعه من الساينسز كانت هي اللي بتبني او هي البيزكس او اللي هي الاسس الاساسيه اللي اشتغلنا عليها او يعني الاي اي بنت على الساينسز دي. حاجه زي مثلا علم اللي هو الفلسفي، كان طبعا انتوا حضراتكم عارفين علم الفلسفي بيجاوب على مجموعات من الاسئله. تمام، لايك مثلا احنا بالنسبه لنا في الاي اي كانت مثلا how does the knowledge lead to action، مثلا where does the knowledge come from. كل الحاجات دي بعض الاسئله اللي هي خاصه بعلم الفلسفي واسست لعلم الاي اي. طبعا في علاقه كبيره برضو بين علم الاي اي وعلم الماثيماتكس. تمام، عندنا طبعا الريزنينج، التعامل مع الانسرتن انفورميشنز. كل الحاجات دي في علاقه كبيره جدا بين علم الاي اي وعلم الماثيماتكس. زي ما حضراتكم عارفين علم زي النيورو ساينسز، ان ازاي ان البرين اساسا بيقدر يعمل بروسيسنج للانفورميشن. اوكي، عندنا علم السايكولوجي، هاو دو الهيومن والانيمالز بي ثينك، ازاي بيعملوا ثينكينج وازاي بيعملوا اكتنج. تمام، كل الحاجات دي كانت بيزكس واسس احنا محتاجينها في علم الاي اي. في بريليشن برضو احنا بنتعامل مع البي اوف، ازاي ان احنا نعمل ماكسمايزيشن للبي اوف. تمام، ان احنا مثلا فده بيساعدنا مثلا ان احنا بالنسبه للريليشن بتوين الاي اي والايكونومكس، ان هي ولدت عندنا علم زي الديسيجن ثيوري، ان انا هاو ان انا اعمل ماكسمايزيشن للبي اوف او اعمل مينيمايزيشنز مثلا لحاجه زي الايرور مثلا. تمام، في ساينس كمان زي الكمبيوتر انجينيرنج، علم الكمبيوتر انجينيرنج بيتعامل ان انا how to build efficient computer، زي ان انا اقدر ان انا اعمل controlling مثلا، وزي زي مثلا لو انا عندي مثلا حاجات physical aspects مثلا زي الروبوتس والحاجات اللي زي كده.
عندنا ساينس كمان مثلا زي علم اللينجويستكس اللي هو بيتعامل مع how does language relate to thought. طبعا حضراتكم عارفين ان الاي اي بالتعامل مع الروبوت فان هو لازم يفهم اللانجوج وازاي يقدر يعمل لها understanding وازاي يقدر يعمل لها generation. كل دي كلها كانت foundations وريليشنز وبيزكس بتاسس لايه لعلم الاي اي. تمام، فعلم الاي اي كان بيعتمد اعتماد كبير جدا 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 على الساينسز دي، الساينسز المختلفه تمام وغيرهم كمان. تمام، في الاول خالص عايزين نعرف بس يعني ايه انتليجنس. تمام، الانتليجنس ممكن نقول ان الانتليجنس ده جادجمنت. اوكي، ممكن يتعرف ان هو جادجمنت، ممكن يتعرف ان هو جود سنس، ممكن يتعرف ان هو براكتيكال سنس. تمام، في طبعا ديفينيشنز كتيره قوي للانتليجنس. تمام، في نقدر نقول ان الانتليجنس هو الكاباسيتي تو ليرن اند سولف بروبلمز، يعني مقدرتي والكاباسيتي بتاعتي ان انا اقدر ان انا احل بروبلمز معينه. فممكن فعشان كده يعني فاينالي ممكن نقول ان الانتليجنس ممكن تكون الابيليتي ان انا سيلف نوفل بروبلمز، او ابيليتي ان انا اقدر حاجه كده عايزين نقولها وهنستعملها كتير واحنا بنتكلم دلوقتي، ان انا ability to act rationally. تمام، ان انا عايزه اتصرف وبيهيف بطريقه راشنال. تمام، ability to act like humans، ان انا اقدر اعمل behave like ان اللي يبقى عندي الاي اي سيستم بتاعي behave like a human. ده كان مجموعه من الديفينيشنز الخاصه بالترم الخاص بالانتليجنس. تمام، عندنا طبعا الفاوندر او واللي يعتبر الجاد فاذر بالنسبه للاي اي اللي هو جون ماكارثي. تمام، ده عالم كبير طبعا وهو اللي عمل كويننج للترم الخاص بالاي اي. اوكي، عرف لنا طبعا الاي اي ان هو ساينس اند انجينيرنج اوف ميكينج انتليجنت ماشينز، يعني هو عايز يوصل ان هو يعمل انتليجنت ماشينز especially intelligent computer program. okay. طبعا في another طبعا تعريفات كتيرة. في عندنا تعريف تاني مثلا في بيقول لنا ان goal مثلا بتاع ال AI ان انا develop machines to behave as so they were intelligent، يعني احنا عايزين نوصل ان احنا عايزين نعمل machines تبقى تشتغل بطريقة to behave intelligently يعني. تمام، طبعا عندي طبعا مجموعات كتيره جدا من التعريفات للاي اي. عندنا ان الاي اي مثلا هي الستادي اوف هاو تو ميك كمبيوتر دو ثينجز ات ذا مومنت البيبل ار بيتر يعني. تمام، من مجموعات التعريفات دي كلها طبعا غير كده في تعريفات كتيره قوي، في ديفينيشنز كتيره قوي للاي اي. ابتدوا ان هم يعرفوا او يكلموا عن الاي اي من خلال فور مين ابروتشز. تمام، يعني كل الساينتست كده ابتدوا يتكلموا على الاي اي من خلال فور مين ابروتشز. خلاص، ابتدوا يقسموا ايه هم الفور مين ابروتشز دول. ابتدوا يتكلموا عن ان الاي اي في ناس منهم ابتدوا يتعاملوا مع الاي اي ان هو ان انا عايزه اثينك لايك ا هيومن. تمام، فريق تاني ابتدى يتكلم على الاي اي ان انا عايزه اعمل سيستم ثينك لايك ثينكينج راشونالي. فريق تالت اتكلم على ان الاي اي. فريق رابع ابتدى يتكلم لا انا عايز اكت ايه بطريقه راشنالي. تمام، فدول الفور مين ابروتشز ان الكل ساينس وهم بيتكلموا. طبعا يبقى ممكن يكون في ميكس بين اكتر من ايه من ابروتش مع بعض. تمام، انما هم دول الفور مين ابروتشز اللي كل ساينس ايه شغالين عليهم بالنسبه للاي اي. اوكي، طيب اول حاجه اول ابروتش ظهر عندنا اللي هو سيستم ذات اكت لايك هيومن. ده هو ده الابروتش الاول اللي ظهر عندنا. تمام، اللي هو سيستم ذات اكت لايك ا هيومن. طيب الديفينيشن بتاع السيستم ذات اكت لايك ا هيومن ان هو ستادي اوف هاو تو ميك كمبيوتر دو ثينجز. تمام، ات ذا مومنت البيبل ار بيتر، انا عايزه اعمل
كمبيوتر بروجرامز، تمام، يأميوليت يعني ايميتيت يأميوليت التفكير بتاع الانسان، يبيهيف وياكت لايك ا هيومن، تمام. طيب هتناول بس انا ابروتش كده، فهنتكلم شويه كتير يعني عن الابروتش الاول، لان هو ده اللي كان فيه اللي هو ده كان البدايه يعني، تمام. بالنسبه لنا كان عندنا اللي هو الماثيماتيشن اللي هو دكتور ألان تيورينج، تمام. دكتور ألان تيورينج عمل التيورينج تيست، تمام. ده كان البداية، ده كان البداية بتاعة الايه الابروتش اللي هو act like a human، تمام. طبعا ألان تيورينج ده جماعة ده ماثيماتيشن مشهور جدا جدا جدا، وكان ايام الحرب العالمية الثانية كانوا موكلينه ان هو يفك الشفرة بتاعة الايه بتاعة الألمان، اوكي. فكان كل يوم كان في جهاز تقريبا كان اسمه انيجما، ده كان كل يوم بيتعامل من خلال شفرة معينة، كان هو مدينه التاسك ده ان هو يفك الشفرة بتاعة الايه الجهاز ده، تمام. طبعا الفك الشفرة كان هيحتاج مان اورز ممكن توصل لسنين، تمام. لكن ألان تيورينج ابتدى ان هو يعمل سيستم معين قدر بيفك الشفرة دي، تمام. وكل الناس بقى اللي هم اتكلموا في المجال ده اتكلموا ان هو الفك الشفرة دي قلل الزمن بتاع الحرب العالمية الثانية مش أقل من سنة، تمام. طبعا على فكرة في اللي هو في فيلم مشهور اللي هو The Imitation Game، ده فيلم مشهور يعني بيحكي القصص دي يعني، تمام. عندنا بقى اللي هو يعني ألان تيورينج يعني برضو يعني اللي هو يعتبر برضو من الجاد فازرز الخاصين برضو بالاي اي، تمام. عمل لنا تيورينج تيست، تمام، اللي هو او بنسميه الايميتيشن جيم او التيورينج تيست، تمام. افترض ايه بقى ألان تيورينج؟ افترض ان انا عندي انتريجيتور، تمام، زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده هنا في الجراف اللي قدامنا، ان انت عندنا هيومن انتريجيتور ده قاعد على سيستم معين، وعنده اتنين روم فيها هيومن، تمام، وعنده الروم التانية فيها اي اي سيستم، وهو الانتريجيتور ده بيبعت اسئلة، تمام، من خلال التيرمينال للهيومن وللاي اي سيستم، ويبتدي ياخد اجابات منهم، تمام، ويبتدي ياخد اجابات منهم. افترض بقى ان هو لو الانتريجيتور ده، تمام، او الجادج ده لو هو ما قدرش يفرق بين الاجابه يعني ان ده هيومن ولا اي اي سيستم، يبقى ساعتها الاي اي سيستم ايه اكت لايك ا هيومن، تمام. يبقى ده التيورينج تيست بالنسبه لنا، تمام، ان هو زي ما واضح كده ان ده في انتريجيتور وبعت اسئله هنا وهنا للهيومن والاي اي سيستم، والاجابات اللي بتجينه دي اللي بتجيله هو ساعتها بقى لو قدر يفرقش يعني لو ما فرقش ان الاجابه دي هيومن ولا اي اي سيستم، ساعتها يبقى ايه؟ ساعتها يبقى ان احنا دلوقتي في الابروتش الاول ان السيستم ده اكت لايك ا هيومن. تيورينج عمل ايه بقى؟ راح قايل ايه؟ قال خلاص طالما الماشين بيهيف انتليجنتلي، تمام، او بيهيف لايك ا هيومن، يبقى عمل فرضيه كده او عمل هايبوثيسز معينه ان يبقى الماشين ثينكينج، يعني يبقى الماشين دي كان ثينك، تمام. خلينا هنقول الحته دي علشان احنا هنعمل عليها دلوقتي ايه يعني انتقاد معين على الجزئيه دي اللي هي الفرضيه بتاعت ايه بتاعت ألان تيورينج، تمام. طيب التست بقى بتاع ألان تيورينج ده، التست بتاع ألان تيورينج اللي هو عشان يثبت لنا ان ممكن الاي اي سيستم ياكت لايك ا هيومن، في الاخر جاب لنا مجموعه من الفيلدز المهمه، تمام، ان انا لو عشان اشغل الاي اي سيستم ده، تمام، فهو محتاج ايه؟ محتاج ناتشرال لانجويج بروسيسنج،
محتاج knowledge representation، محتاج automated reasoning، محتاج machine learning. تمام؟ فمعنى كده ان انا بقى عندي fields تانية ظهرت لنا under الـ AI. تمام؟ عشان اقدر ان انا act like a human، عشان السيستم بتاعي act like a human، انا بقى بالنسبة لي بقى عندي حاجات مهمة ظهرت لي. تمام؟ اللي احنا دايما بنتكلم عليها وحضراتكم طبعا بتسمعوا عليها كتير، الماشين ليرنينج والحاجات دي، كل السب فيلدز دي وكل الفيلدز دي كلها اللي هي السب فيلدز الاندر الاي اي، تمام، كلها ظهرت نتيجة الحاجة الايه، الحاجة للايه، للسيستمز دي عشان تقدر انها تكون انتليجنت. تمام؟ طيب بعد كده بقى عندنا حاجة اسمها Total Turing Test. Total Turing Test، Total Turing Test هنا عمل Extending، تمام، انه ابتدى يعمل Including بقى لل Physical Aspects of Human Behavior. تمام؟ يعني هنا ابتدى يدخل بقى ايه، التست الاولاني ما كانش فيه physical aspects، انما التست التوتال تيورينج تيست ابتدى يعمل extending للتستنج الاولاني، وابتدى يدخل فيه بقى الايه الphysical aspects. عشان يدخل لنا الphysical aspects تمام في التست، يبقى محتاج كمان فيلز تانية. زي ايه بقى؟ زي الكمبيوتر فيجن. كمبيوتر فيجن علشان يقدر يعمل ديتكت للاوبجكتس. تمام؟ ما انا لو عندي روبوت دلوقتي فاكيد محتاج الكمبيوتر فيجن عشان يقدر يديتكت الايه الاوبجكتس اللي حواليه وان سو اون. طبعا محتاج بلس، طبعا اكيد اكيد ان انا محتاجه فيلز زي الايه، زي الروبوتكس. تمام؟ اكزامبل بقى على التوتال تيورينج تيست، فاحنا عندنا مثلا حضراتكم اكيد سمعتوا على صوفيا، تمام، اللي هي الروبوت الأشهر يعني، واللي هو ظهر في الأول خالص اللي هو زي صوفيا. تمام؟ عندنا كمان ظهر عندنا في بقى بروجكتس تانية غير صوفيا وغير الروبوت، ان هو مش جاست بقى روبوت. تمام؟ في عندنا مثلا حاجة زي البيبي اكس. بيبي اكس ده عبارة عن ايه؟ هو طبعا هو مش روبوت، بس هو virtual animated baby، يعني زي كده سوفت وير. حضراتكم على فكره ممكن تدخلوا على انا ممكن ابعت لحضراتكم اللينك وتدخلوا على او تعملوا سيرش على بيبي اكس. تمام؟ هتدخلوا على السيستم ده، هو موجود يعني اونلاين، وطبعا بيبقى مفتوح الكاميرا والمايك. تمام؟ وبيقدر بقى ان هو زي البيبي كده، عارفين حضراتكم، بيبقى يتعلم منك شوية حاجات، بيبدأ ان هو ممكن يعني تعلمه مثلا دي مثلا ده شير، ده مش عارفة ده ايه، ده بن، ده حاجات زي كده. بيقدر يديتكت الايموشنز، لو مثلا انت كلمته كلام بطريقة فيها مثلا عنيفة شوية فهو بيزعل وبيبكي، لو قلت له كلام كويس بيبقى مبتسم and so on. تمام؟ فبرضو الـ Total Turing Test and الـ Project دي برضو ظهرت لنا مجموعة برضو من الـ Subfields المهمة جدا 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 under الـ AI، زي إيه؟ الـ Reinforcement Learning. تمام؟ reinforcement learning ده يعتبر branch برضو من الايميل، يعني يعتبر من الماشين learning يعني. تمام؟ احنا بيبقى عندنا supervised learning والايه والunsupervised learning، يعني مش عايز ادخل بس في تفاصيل تكنيكال شويه، بس احنا عندنا اللي هو reinforcement learning ده الابروتش ده يعني based على ايه؟ based على ان هو لو عمل حاجه كويسه بنديله زي reward كده. تمام؟ فبالتالي هو يعرف ان دي حاجه كويسه ويبتدي يكررها ويعملها اكتر واكتر، ولو عمل حاجه يعني negative تمام فياخد punishment عليها. تمام؟ فيعرف ان دي حاجه سيئه وما تتكررش. فالفيلد ده ظهر معانا برضو. اوكي؟ ظهر معانا effective computing، وده طبعا يعتبر من الهوت توبكس under الاي اي. تمام؟ ده هنا هو بقى بيتكلم ان هو بيكونكتد، هنا بيتكلم على بقى الايموشن شويه. تمام؟ هي emotional artificial intelligence. تمام؟ انا بعمل studying بقى هنا للفيلينج وللايموشنز وللمود. تمام؟ عشان يقدر البيبي ده يديتكت مثلا ان انا بكلمه بطريقه وحش، بطريقه عنيفه فهو يبكي، بطريقه لطيفه وظريفه مثلا بقول له حاجه لطيفه فيبتسم and so on يعني. تمام؟ اوكي. طيب فاكرين حضراتكم وانا بكلم حضراتكم على التيورينج تيست،
قلنا ان هو عمل زي فرضية معينة كده، قال بما ان هو السيستم اكت لايك ا هيومن يبقى اتس اوكي okay، بقى يبقى السيستم او الماشين دي بتسين، تمام. فراح جاء عالم اسمه سير. العالم ده يعني عمل اللي هو التشاينيز روم ارجيومنت، يعني هو قدم كريتيك يعني او انتقاد للايه للنظرية دي، وقال لا بص بقى انا يعني هعمل كده ايه زي تجربة أو حاجة أثبت فيها إن الكلام ده اللي أنا طبعا ما أعرفش اللغة الصينية خالص، ما عنديش أي فكرة عنها. ولو أنا قعدت في روم، الروم دي بس جاست ليها إيه زي ما حضرتك شايفين كده، آدي الروم أهي، والروم دي ليها إيه، ليها مدخل ومخرج، تمام، وبره كل الناس اللي بره تشاينيز، أوكي. وهيبتدوا بقى يدخلوا الإيه، هيدخلوا لي أسئلة باللغة الصينية وعايزين إجابات الأسئلة دي. طبعا أنا موفرين لي في الروم دي كل الماتيريال وكل حاجة أنا محتاجها عشان أقدر إن أنا أتعامل مع الأسئلة دي، تمام. أنا طبعا مش فاهم لغة صينية تماما تماما تماما، أنا باخد السؤال وببتدي أتشيك عليه أو بشوف شكل السؤال ده ممكن يكون إجابته إيه من خلال الإيه، من خلال الماتيريالز اللي موجودة، من خلال الحاجات اللي موجودة، وبالتالي انا بيدخل لي السؤال وبطلع الاجابه ديبند على الماتيريال. طبعا الروم دي احنا بالنسبه لنا بنعتبرها كان هي دي السيستم او هي دي الالجوريزم اللي موجود عندنا، تمام. فمعنى كده عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت ان لا يا جماعه، ان الماشين او السيستم مش بيثينك ولا حاجه، هو جاست ان هو دخل له الاسئله، هو وزن الالجوريزم اللي هو اللي موجود جوه السيستم، فهو بيجاوب بس. ده مش معنى كده ان السيستم بيثينك، تمام، مش معنى كده خالص ان السيستم بيثينك، تمام. فده كان انتقاد للايه، للهايبوثيسيز اللي هي فرضها ألان تيورينج، تمام. طيب ده يوصلنا لحاجة بقى، ده يوصلنا لحاجة. هو كان ألان تيورينج ماشي في الايه، ماشي في الابروتش بتاع ان بما انه هي اكت لايك هيومن يبقى هو كده دلوقتي هي ثينك اند الماشين بتثينك، يعني ماشي في اتجاه بقى الحاجة اسمها سترونج اي اي، ماشي في اتجاه سترونج اي اي، تمام. بس اكشولي الوضع اللي كان موجود او الحقيقة ان ما كانتش سترونج اي اي ولا حاجة، هي كانت ويك اي اي. فعايزين بين التو تيرمز بتاعت الويك اي اي هايبوثيسيس والسترونج اي اي هايبوثيسيس. الويك اي اي هايبوثيسيس بيقول لك ان ايه، ان وي كان اكيرتلي سيميوليت الهيومن انتليجنس ان ا كمبيوتر. انا ممكن اسيميوليت، انا ممكن ايميتيت، تمام، الهيومن او الانيمال انتليجنس ان ا كمبيوتر، تمام. انما السترونج اي اي الوضع مختلف. ده السترونج اي اي عايز ايه؟ عايز يخلي الـ AI system ده عنده consciousness، عنده self awareness، عنده free will، عنده إرادة وعنده ضمير وعنده يعني وعي، تمام. فده طبعا كان حاجة يعني إيه، دي حاجة طبعا حاجة قوية جدا. وعلى فكرة هو ده الابروتش اللي حضراتكم دايما بتشوفوه في الافلام، يعني دايما في الافلام، وحتى طبعا في الافلام الامريكاني واضحة جدا 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 ان كل ما يطلعوا روبوت او حاجة يخلوه يتمرد على الالجوريزم اللي موجود جواه ويبقى له إرادة معينة ان هو لا يتحرك مش بالالجوريزم اللي موجود، لا لا لا، ده بيتحرك بطريقة تانية خالص، ده بياخد اجراءات وبروسيجرز وديسيجنز مختلفة تماما عن الايه، عن الرولز اللي مكتوبه له جوه الايه، جوه الالجوريزم. السؤال اللي موجود، هل احنا هنقدر نوصل بقى للسترونج اي اي، تمام. هو ده طبعا في العلماء طبعا يعني ايه منقسمين، في ناس بيقولوا لا احنا دايما هنفضل موجودين في جزئيه الويك اي اي، وطبعا في علماء تانيين بيقول لك لا ده احنا ايه، ده احنا الموضوع ماشي واحنا هنوصل للايه، للسترونج اي اي، تمام. ده كل ده احنا بس كنا بنتكلم على الابروتش الاول اللي هو act like a human، السيستم ذات act like a human، ده كان اول ابروتش. الابروتش الثاني بيكلمنا على ان السيستم ممكن يثينك ذات ثينك لايك ا هيومن، ده ابروتش ثاني، نوع ثاني كده من الاي اي سيستمز. بيقول لنا ايه، ان انا والله النوع ده بقى من السيستمز بي 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 بيقول لنا ان احنا عايزين ندرس ازاي الهيومن بيثينك،
تمام. فبالتالي هو هنا مركز على جزئية الديسيجن ميكنج، مركز على البروبلم سولفينج، تمام، مركز على جزئية الكوجنيتيف، تمام. فبالتالي هو هنا بيتكلم في thinking like a human، تمام، ان هو مركز اكتر 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 على cognitive sciences وعلى neurosciences، انه عايز يشوف الانسان بيفكر ازاي وعايز يعمل system يthink like a human، تمام. يبقى هو هنا مركز، مش يعني مركز على طريقة تفكير الانسان ازاي وعايز يطبقها جوه السيستم. ده الابروتش التاني، وده طبعا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ان هو مهتم اكتر بعملية الديسيجن ميكنج وعملية الايه البروبلم سولفينج، تمام. طيب الابروتش التالت، الابروتش التالت بيتكلم على ان السيستم ذات ثينك راشنالي. لا ده هو هنا بيتكلم بطريقه بيقول لك ان ممكن الانسان وهو بيثينك ممكن على فكره ما يعملش ثينكينج بطريقه راشنال، يعني مش كل الناس بتفكر بطريقه رشيده وبطريقه منطقيه وبطريقه كده. لا احنا عايزين بقى سيستم يعمل ثينكينج بس بطريقه راشنال، تمام. بما انه هو بيثينك، عايزين السيستمز او عايزين نعمل سيستمز بتثينك بطريقه راشنال، يبقى احنا الايه، يبقى احنا هندخل هنا الايه اللوجيك معانا. يبقى انا هنا هندخل اللوجيك. من هنا بقى ظهر بقى ايه جزئيه البروبوزيشنال لوجيك واللوجيك بروجرامينج. هنا الجزء ده ظاهر فيه بقى، حضراتكم طبعا خدتوا يعني حضراتكم خدتوا وركشوب قبل كده في البرولوج وكده، ف ابلكيشنز الخاصه بقى باللوجيك بروجرامينج لايك البرولوج هي موجوده في جزئيه ايه، في الابروتش اللي هي ثينكينج راشنالي او السيستم اللي هي بتثينك ايه بطريقه راشنال، اللي هي بتعمل ايه، اللي هي مثلا لو قال لك مثلا سي هنا مديني اكزامبل صغنطط كده بيقول لك ايه، لو انا قلت مثلا ان سقراط از ا مان، تمام، وقلت اول مين ار مورتال، تمام، يبقى ساعتها ايه هستنتج ايه او اللوجيك يقول لي ايه، يقول لي ان سقراط از ايه از مورتال، تمام. يعني يبتدي من خلال بعض النوتيشنز اللي موجوده، تمام، من خلال بعض النوتيشنز اللي موجوده اقدر ان انا اعمل بطريقه لوجيكال ان انا اقدر استنتج حاجات معينه. الابروتش اللي شغال دلوقتي بطريقه اكبر بكتير قوي اللي هو acting rationally. هنا انا مركز على ايه، مركز على الجول اكتر، هنا انا مركز على الجول اكتر، تمام. هنا بيقول لنا ان هو is concerned with intelligent behavior، تمام. انا هنا ببص على intelligent behavior وبركز على الجول اكتر، وهو متعرف تعريف تاني ان هو is the study of the design of intelligent agent، تمام. فهو هنا الacting rationally مركز كمان على مصطلح جديد عايزين نتكلم عليه اللي هو الintelligent agent، تمام. acting rationally مختلفة عن thinking rationally، لان احنا واحنا بنقول thinking rationally احنا قلنا ان انا هنا انا بركز على الطريقه ان انا ثينك بطريقه راشنال او ثينك بطريقه فيها لوجيك اكتر. انما بالنسبه للريشنال الاكت راشنالي او البيهيفنج راشنالي، تمام، هنا انا ببتدي ان انا بركز على ان انا عايزه اوصل للجول بتاعي اكتر من اي حاجه، تمام. وزي ما احنا قلنا ان في ديفينيشن من مجموعة الديفينيشنز اللي موجودة للأكتنج راشنالي، إن أنا ظهر معايا مصطلح اسمه الانتليجنت ايجنت. إيه الانتليجنت ايجنت ده؟ تمام، الانتليجنت ايجنت ده okay، هو زي ما احنا هنشوف دلوقتي هو سيستم، هو السيستم هو الاي اي سيستم، بس هنشوف دلوقتي بالتفاصيل. يعني هو its actions are appropriate for its goals and circumstances. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانتليجنت ايجنتس دي بياخد مجموعه من الاكشنز، تمام، appropriate actions، يعني appropriate actions علشان يوصل للجولز اللي عايز يحققها، تمام. السيستم هو كمان الانتليجنت ايجنت ده فليكسيبل تو تشينجينج انفايرمنت اند جولز، يعني كمان هو كمان فليكسيبل لاي ايه، لاي تشينجينج بيحصل في الانفايرمنت، تمام. وكمان بيليرن من الاكسبيرينسز، يعني كمان بيليرن فروم الاكسبيرينس، يعني كمان لما بياخد عارفين زي الماشين ليرنينج كده، يعني هو بيقدر يليرن من الايه
من الحاجات من يعني بي بي من الاكسبيرينس اللي بيعملها من التصرفات، بيقدر من الاكشنز كلها بيقدر يليرن منها وياخد بعد كده يعمل تصرفات احسن وهكذا. تمام. It makes appropriate choices given perceptual limitations and limited resources. كمان الـ appropriate choices بتاعته، يعني الـ actions اللي بياخدها والـ choices اللي بياخدها، تمام، دي بتبقى within a within the perceptual limitations. الـ perceptual limitations يعني ايه؟ يعني الـ informations المتاحة، يعني في انفورميشنز متاحه، ديبند على الانفورميشنز اللي عنده انا بقدر اخد ايه التشويس المناسب. تمام. وكمان مش البرسبتوال ليميتيشنز فقط، كمان الليميتد ريسورسز، يعني مثلا الريسورسز اللي عنده، مثلا الميموري اللي عنده، البروسيسورز اللي عنده، هي دي اللي بنسميها الليميتد ريسورسز. تمام. فيبقى هو ديبند على البرسبتوال ليميتيشنز، تمام، والليميتد ريسورسز ساعتها بيقدر ياخد الابروبريت ايه الابروبريت تشويس، تمام، او اكشن. تمام. طيب الانتليجنت ايجنتس برضو لسه عايزين نفهمها اكتر. الانتليجنت ايجنت بيقول لك ان هو ممكن يكون للانتليجنت ايجنت فيزيكال اسبيكتس او فيزيكال بريزنس، تمام، فيبقى روبوت، او يكون انترفيس ايجنت. يعني هنا الانتليجنت ايجنت ممكن يكون روبوت وممكن يكون انترفيس ايجنت. يعني ايه انترفيس ايجنت؟ انترفيس ايجنت ده يعني ستاند الون او ويب بيزد ابلكيشن، انتليجنت ديسكتوب اسيستنت مثلا زي سيري مثلا او كورتانا او اليكسا، تمام، كل الاسيستنت دول، تمام، دول يعتبروا ايه انتليجنت ايجنت بالنسبه لنا. تمام. خلينا ناخد اكزامبل كده برضو بسيط يمكن يبسط لنا الدنيا قوي، يعني ايه نقرب الدنيا مع بعض. الباكمان، باكمان ده يعتبر دي لعبه كده جيم، تمام، دي تعتبر انتليجنت ايجنت. تمام. الباكمان دي حضراتكم مش عارفه شفتوها، يعني دي قديمه شويه، يعني الاطفال كانوا بيلعبوها. يعني الباكمان دي زي ما انتم شايفين كده كان هو بيقدر ان هو ايه يقدر ان هو يجمع الدوتس اللي موجوده قدامه دي ويهرب من الايه من الجوست الكالرد جوست الموجودين دول. تمام. فدي دول الايه دول اللي هم الجول بتاعه. تمام. يبقى الجول بتاعه ان هو عايز يجمع الدوتس ويهرب من الايه من الكالرد جوست. تمام. اي انتليجنت ايجنت بقى فيه شويه حاجات كده عايزين نقولهم مع بعض. اي انتليجنت ايجنت عنده سنسرز، تمام، على فكره معنى كلمه سنسرز مش شرط الفيزيكال سنسر، يعني مش شرط يكون حاجه السنسر حاجه بيجمع بيها الداتا، مش شرط بقى تكون ايه، مش شرط تكون فيزيكال، يعني مش شرط السنسر الهارد، يعني اللي هو الهاردوير يعني. تمام. فالايجنت لازم يكون عنده سنسر، السنسر ده هو اللي بيقدر بيرسبت بيه الايه الداتا بتاعته من الانفايرمنت. تمام. لازم يكون عنده اكتويترز. اكتويترز يعني ايه؟ يعني عنده حاجات يعمل بيها اكشنز، يعني عنده يقدر ياخد اكشنز يعني. تمام. اوكي. طبعا وزن الايه كل ده وزن الايه وزن الانفايرمنت اللي موجود. تمام. وزن الانفايرمنت اللي موجود. تمام. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنا ادي الايجنت اهو قدامنا وادي الانفايرمنت. الايجنت ده within the sensors بتاعته بيقدر يبرسبت الايه بياخد الداتا بتاعته من الايه من الانفايرمنت وديبند عليها بياخد اكشنز من خلال الاكتويترز بتوعه. تمام. يبقى انا الايجنت من خلال السنسرز بيبرسبت من الانفايرمنت وبياخد اكشنز من خلال الايه من خلال الاكتويترز. برضو خلينا نشوف هناخد دلوقتي اكزامبلز يبين اكتر القصه دي. تمام. عندنا مثلا الاي اي ايجنت مثلا هنا 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 نفس القصه على فكره، ادي الاي اي ايجنت وادي الايه وادي الانفايرمنت بتاعتنا. تمام. وادي الانفايرمنت بتاعتنا. لو قلت ادي الاي اي ايجنت احنا قلنا ان انا من خلال السنسرز هبرسبت من الانفايرمنت خلاص وهاخد اكشنز من خلال الاكتويترز. طيب
اما با اما يعني لما بريسبت من خلال الانفايرمنت لازم اعمل جوه الايه، جوه الايجنت بتاعي لازم يعمل ريزنينج، يعني ديبند على الداتا اللي بتدخله لازم يستنتج حاجات معينه، يعني بمعنى تاني يعني لازم يشغل الداتا اللي خدها من الانفايرمنت جواه عشان يقدر يعمل ريزنينج، يستنتج حاجات من خلالها يعمل الايه الاكشن على الانفايرمنت. تمام. وبعد ما ياخد الاكشن على الانفايرمنت لازم ياخد ايه بقى، لازم ياخد فيدباك. اوكي، لازم ياخد فيدباك ديبند الاكشن ده كان كويس كان وحش كان ايه بالظبط. وبعد كده الخطوه الاخيره انه يعمل ايه، يعمل ليرنينج. تمام. يبقى هنا احنا زودنا بس حاجتين اللي هي اللي كانت الفيدباك والايه والليرنينج هنا. تمام. طيب ناخد اكزامبل، ناخد اكزامبل زي الايه الفاكيوم دي. تمام. الفاكيوم دي يا جماعه هي هنا بتبرسبت ايه وايه الاكشنز اللي بتاخدها. تمام. يعني ادي انا عندي فاكيوم هنا، ايه بتبرسبت ايه وايه الاكشنز اللي بتاخدها. طبعا هنا عندي الداتا اللي عندها مجرد بس ايه، هي طبعا في تو رومز قدامنا، روم A وروم B. تمام. وعندها المفروض ان هي بتعمل ايه، يعني قدامها هنا المعلومات اللي قدامها اللي هي اللوكيشن ان دي في تو رومز عندها، والستيتس بقى هل بقى الارض ديرتي ولا نظيفه ولا ايه. تمام. هم دول الايه الداتا اللي بتدخل لها. تمام. طيب الاكشنز اللي هتاخدوا ايه بقى، الاكشنز اللي هتاخدوا الفيكيوم دي يا اما بقى تيرن ليفت تيرن رايت او تساق الديرت. تمام. اوكي، كل دي مجموعات الاكشنز اللي هي ممكن تاخدها. كل ده ديبند على الايه، ديبند على الريزنينج اللي هو موجود عندنا اللي هي if مثلا الستاتس بتاعتها equal dirty then ايه return suck. لو else بقى يعني لو هي مش dirty هعمل ايه، لازم تلف بقى خلاص ما هي الارض مش dirty، فهتعمل ايه، هتروح بقى ايه عايزه تعمل اكشن تاني. تمام. هتشوف لو هي في location A هتترن ايه، هتترن رايت عشان تروح بي، لو هي في لوكيشن بي هتترن ايه، هتترن ليفت وتروح ايه. تمام. يبقى هنا ديبند على الرولز اللي جواها هتبتدي ايه، هتبتدي تاخد الاكشن. تمام. طيب عندنا ايه كمان، كل بقى انتليجنت ايجنت لازم يكون له بيرفورمانس ميجر، لازم يكون له بيرفورمانس ميجر. تمام. البرفورمانس ميجر يعني ايه، البرفورمانس ميجر ده اللي هو الجول اللي انا عايز احققه. اوكي، ده الجول اللي انا عايز ان انا عايز احققه، ممكن يتقال على البرفورمانس ميجر او ممكن يتقال عليه كمان ايه، ممكن يتقال عليه يوتيليتي فانكشن، ممكن يتقال عليه كمان يوتيليتي فانكشن. تمام. فانا ديبند على يعني عايز اقول ايه بقى، عايز اقول ان كل انتليجنت ايجنت، تمام، كل انتليجنت ايجنت، تمام، بيبقى لازم ان هو عايز يحقق تاسك معينه. يعني كل اكيد ده الايجنت ده هو زي ما احنا قلنا سواء روبوت او انترفيس ايجنت. تمام. لازم له تاسك عايز يحققها. تمام. فانا لازم اعمل سبيسيفاينج للتاسك انفايرمنت. السبيسيفاينج للتاسك انفايرمنت بتتحدد من خلال حاجه اسمها البيز اللي هي البي for performance measure، ال E for environment، ال A اللي هي الاكتويترز. تمام. وال S اللي هي sensor. تمام. فأنا عندي أربع حاجات اللي هو performance measure، ال environment، الاكتويتر، ال A ال sensor، دول اللي أنا من خلالهم بسبيسيفاي ال A ال task environment. تمام. طيب هشرحهم بس وبعدين نبتدي ناخد عليهم شوية examples كده عشان إيه، وفي الاكزامبلز بقى هنشتركوا مع بعض ايه في الجزئيه اللي جايه دي ان شاء الله يعني. تمام. البي زي ما احنا قلنا هي الايه، هي البرفورمانس ميجر. البرفورمانس ميجر اللي انا ايه، ان الجول ده ممكن يكون ايه، ممكن ابقى عايزه مثلا اعمل ماكسمايزنج الحاجه او اعمل مينيمايزنج الحاجه. يعني مثلا لو عايزه احقق حاجه مثلا بروفيت مثلا، فانا عايزه اعمل ماكسمايزنج مثلا لبروفيت او اعمل مينيمايزنج مثلا لايرور. تمام. فانا دايما بيبقى عندي جول محتاج ان انا ايه اشتغل عليه. اوكي. طيب الاي بقى اللي هي الانفايرمنت، ايه هي بقى الانفايرمنت دي، مقصود بيها ايه؟ الانفايرمنت هي الريبريزنتيشن بتاعه الستيت. طب خلينا ناخد كده مثال على جزئيه الانفايرمنت دي.
لو انا مثلا بلعب، حضراتكم عارفين لعبة التشيس اللي هي لعبة الشطرنج، تمام؟ لعبة الشطرنج دي اوكي، الانفايرمنت بتاعتها هي عبارة عن الايه، عبارة عن البورد بتاعنا اللي هو 8 في 8، تمام؟ ده يعتبر ايه يا جماعة؟ ده يعتبر الانفايرمنت بتاعت الجيم دي، اوكي؟ انا بعمل هنا ريبريزنتيشن للايه، للبورد دي، او بسميها الورلد ستيت، او بسميها الانفايرمنت، تمام؟ هي دي الانفايرمنت بتاعتي، خلاص؟ للعبة مثلا زي التشيس مثلا، تمام؟ طيب الاكشنز بقى هي ايه؟ لو احنا خدنا نفس الاكشنز، يعني لو احنا عرفنا مثلا الاكشنز مثلا على لعبه برضو على تشيس مثلا، فبنبقى عارفين مثلا ان العسكري لازم يتحرك، دي نوعيات الاكشنز المحدده لكل حاجه منهم، يعني كل حد منهم ليه ايه، ليه اكشن معينه ينفع ياخدها، وفي حاجات تانية ما ينفعش ياخدها، تمام؟ وكل ما تعمل اكشن بقى معين، وكل ما تعمل اكشن معين، تمام، فانت بتعمل حاجه اسمها ترانزيشن موديل، يعني غيرت الانفايرمنت من حاله لحاله تانية خالص، تمام؟ فانا هنا بالنسبه لي الاكشن معناها ان انا باخد اكشن معين ديبند على رولز معينه، تمام؟ لو حاجه زي التشيس مثلا او اي جيم تانية يعني، او اي تاسك تانية، تمام؟ الاكشن دي بتغير لك الانفايرمنت، او بتغير لك الورلد ستيت بتاعك من ستيت لستيت تانية خالص، من حالة لحالة، من شكل لشكل تاني، من انفايرمنت بشكل، من شكل يعني وورلد ستيت لستيت مختلفة، تمام؟ طيب الاكتويترز بقى، تمام؟ سوري، خلاص احنا سوري اخدنا الاكشنز، قصدي ما الاكتويترز دول اللي هم اللي بياخدوا الاكشنز، تمام؟ طيب الاس دي اللي هي السنسورز، هي اللي بتعمل اوبزرفيشنز للايه، للورلد ستيت، يعني انا اقدر ان انا اوبزرف الايه، الورلد ستيت او الانفايرمنت بتاعتي ازاي، تمام؟ اقدر ان انا اشوف ازاي الورلد ستيت بتاعتي، يعني اقدر بمعنى تاني اقدر اجمع الداتا من خلالها ازاي، اوكي؟ يعني انا دلوقتي سيف، خلينا على نفس اللعبه بتاعت تشاس برضو دلوقتي، ان انا اوبزرف مين انه مثلا عسكري اتحرك وانه ما اتحركش وانه اللي ينفع، يعني انا هعمل، يعني مش هاخد اكشن، بس انا هشوف كل واحد بالكيس بتاعته بقى وضعه ايه دلوقتي، عشان اقدر من خلال كلي بالوضع الحالي ده اقدر اعمل ايه، اخد اكشن معين، تمام؟ طيب خلينا نعمل بقى مع بعض دلوقتي كده ايه، اكزامبلز كده، لو انا عايزه اطبق، تمام، على السيلف درايفنج كار از انتليجنت ايجنت، عايزه اطبق عليها البيز، تمام؟ استاذن حضراتكم لو ينفع تشتركوا معايا في الجزئيه دي يبقى حاجه لطيفه يعني. ليه السيلف درايفنج كار ممكن تكون ايه؟ يعني بمعنى تاني التارجت بتاعه ايه؟ التارجت عايز يمشي مثلا، عايز يمشي بطريقه سيفتي مثلا، تمام؟ اوكي؟ وان هو يعني يتحرك للامام او يتحرك للخلف او يعمل ريتيرن للاتجاه بتاعه، وبعد كده ان هو البيئه بتاعته الانفايرومنت بتاعته هو الطريق او الرود او السايد المتجه فيه، سواء كان سايد واحد او كان عنده امكانيه ان هو يغير اتجاهه بالعوده مره تانية، تمام؟ تمام يا دكتور، الانفايرمنت بتاعته، الرودز اللي موجوده، الطرق بقى زي ما انتوا شايفين السنسورز مثلا، لو في سنسورز اشارات مثلا، تمام اذر بالظبط كارز كده موجودين، الساين لو في اشارات معينه، كل القصص دي كلها تعتبر انفايرمنت، تمام. الاكتويترز بقى بالنسبه للسيلف درايفنج كار ممكن تكون ايه؟ الاكتويترز اللي بتاخد الاكشن، يعني جوه السيلف درايفنج كار في حاجات جواه انا من خلالها اقدر اخد اكشن، صح؟ مظبوط زي ما حضرتك لسه قايله. اه، الستيرنج اللي هي عجله القياده بتاعته، تمام، اللي هي تمام الستيرنج دي صح، بقدر تمام اخد بيها تمام اكشن، اتحرك يمين اتحرك شمال، او اعمل البريك اللي ستوبينج هي
تمام، من خلال الفرامل، من خلال الفرامل ادعم السبلمنت، من التحكم في خلال الفرامل الفرامل. بالظبط. اخد اكشن وبعد ان كده انا اعمل انا مثلا ملاحظ كالكس اللي هو الهورن مثلا، كل دي تعتبر ايه؟ تعتبر اكتويترز، تاخد اكشنز والاكتويتر معينه. بتاعتي، المرايات بتاعتي اللي بتبص يمين وشمال لكل ما هو خلفي. الحاجة التانية ايه العقبات اللي ممكن بتواجهني حضرتك في الطريق؟ قصدك على السنسورز يا دكتور؟ السنس اي سنسورز تمام تمام ولازم ابقى في مراعية الديجيتال، يعني الامكانيات الرقميه اللي ممكن بتساعدني كمابز للرود بتاعي او للاماكن اللي انا رايحه فيها. يعني جي كل بي ده اس، في جي بي التليفون. اس تمام طبعا، جي بي اس كويس قوي تمام. تمام. كل الحاجات دي تعتبر سنسورز يعني. في السنسور بقى بتاع العربيه اللي هو بتاع الباركينج مثلا، باركينج سنسور ده يعتبر برضو سنسور تمام. السبيدوميتر تمام، عشان بيقيس اللي هي السرعه، ده بيبقى مؤشر بالنسبه لي انا بقراه، عشان لو زدت السرعه مثلا، لو انا في مكان مثلا زادت السرعه عندي عن 60، فانا على طول ده انا ببرسبت الداتا دي على طول، اخد اكشن ان انا ايه اقلل السرعه بتاعتي وهكذا. وبيبقى كمان عنده إمكانية قياس المساحة أو تحديد المساحة اللي هيعمل فيها ركنة أو هيركن فيها أو تمام هيتوقف فيها. تمام، من خلال الباركينج سنسور، من خلال الباركينج سنسور. تمام يا دكتور تمام كويس قوي. طب هناخده اكزامبل تاني، واتمنى برضو الناس تشارك. عندنا هنا اللي هي الفاكيوم، اللي هي الرومبا تمام، اللي هي عامله زي ال هي اي روبوت، هي روبوت صغنن كده طبعا، مش عارفه حضراتكم شفتوها طبعا، هي موجوده دلوقتي في مصر يعني، اللي هي الفاكيوم الصغيره دي، اللي هي تعتبر ايجنت بالنسبه لنا، تعتبر انتليجنت ايجنت، اللي هي بتقدر تساكل ديرت برضو، وتقدر لو يعني تتشيك لو في عائق بالنسبه لها ما تخبطش فيه وحاجات زي كده. فاحنا لو قلنا مثلا البرفورمانس ميجر بالنسبه لها ايه يا جماعه؟ يعني حضرتك لو عندك مثلا جالك مكنه كليننج مثلا زي التجفيف. انها كمان تشتغل with efficient، يعني تكون efficient، يعني ما تكونش بتشتغل وتسيب مثلا ديرت برضو في الارض وحاجات زي كده يعني. تمام دكتور اماني، امين اتفضلي يا دكتور. اي يا دكتور، مساء الخير، بشكرك على الورشة. والله مساء النور، انا كنت عشان بس الله يخليك هعمل يا مداخلة كده بخصوص، ممكن ان هي لها برضو سنسورز، لان هي اكيد بتتحرك وبتروح طبعا. وبترجع لو حاجة خبطتها. احنا فيعني قلنا لو بس قصدي جت نتناول يا دكتور كل واحدة منهم. احنا خدنا البي دلوقتي، اتفضلي يا دكتور. اي حضرتك عايزاني اتكلم عن نقطة معينة. احنا بس احنا خدنا دلوقتي البرفورمانس تمام، البرفورمانس ميجر، كنا بنتكلم على الانفايرمنت بتاعتها ممكن تكون ايه؟ يعني بالناحية يعني الأرض، يعني إنها بالظبط، هي بتقوم الروم اللي بتنظيف موجوده الأرض فيها يا دكتور. بالظبط يعني يعني هي لها، يعني هي لها حاجة بتخليها تتحرك زي العجل، ولها أكيد فرشة أو جزء معين يقدر يخليها تمشي على الأرض وعلى السجاجيد، وتمشي على خامات مختلفة أو تكستشرز مختلفة عشان تقدر تعمل بالظبط الشغل بتاعها. تمام، دي الاكتويترز يا دكتور. الانفايرمنت ده كده مظبوط طبعا. الانفايرمنت المقصود بيها يا دكتور الايه؟ المكنسه موجوده فين؟ ايه الانفايرمنت اللي حواليه؟ الروم بقى اللي ايوه معلش، بس حواليها، هي معلش انا الفلورز اسفه، اصل هي بالظبط. بديهيه، بديهيه، فانا ما خدتش بالي ما هي منها. هي هي اوضه، حاجات اوضه بديهيه والارض. اوكي، بالظبط كده. هي ارض بالظبط يا خشب دكتور الخامات المختلفه، خشب، كاربت، تمام، سيراميك. صح. اوكي، ايوه بالظبط. والسنسور طبعا ان فيها كاميرا علشان ايه؟ تديتكت الديرت، وفيها سنسورز عشان تديتكت الديرت، فيها كمان بامب عشان تجمع فيها، فيها سنسور علشان تشوف لو في عائق او حاجه، او كاميرا عشان تشوف لو في عائق او حاجه، وهكذا يعني تمام. تمام، حلو قوي، اي هوب ان فكره الفي تبقى وضحت، الله يخليك. جدا. فكره الفيز وضحت عندنا برضو، الله يخليك. هو في هي كمان وضحت جدا بالأمثلة، وضحت جدا بالأمثلة. شكرا، العفو العفو يا دكتور، عندنا برضو فعلا يا هو دكتور، شكرا. الله يخليك.
هو في الاوتونوموس تاكسي، هو موست بروبلي يعني شبه بالظبط السيلف درايفنج كار، فمش هيختلف عنها خالص، يعني نفس القصه. البرفورمانس ميجر هيكون السيفتي برضو هيكون، هو هنا بس الثانيه كان بيتكلم على السيلف درايفنج كار حاجه، وهنا بيتكلم على الاوتونوموس كانها تاكسي يعني، بس بنفس البيس تقريبا كلها هتبقى واحده. الانفايرمنت هتبقى الرودز برضو، اذر رودز والاذر ترافيكس والاذر كارز، الاكتويترز هتبقى برضو الستيرنج ويل بتاعتها، السنسرز هتبقى كاميرا. طيب كل الحاجات اللي احنا خدناها دي كلها كانت في فيزيكال. طب احنا يعني قلت اجيب مثال تاني كده لانترفيس ايجنت، تمام، اللي هو هيبقى جاست بس ايه اي سيستم، ممكن يكون بقى ويب ابلكيشن او ديسكتوب ابلكيشن، تمام. الانتليجنت ايجنت ده اللي هو السبام فلتر، تمام. السبام فلتر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ابلكيشن، تمام، ده عباره عن ابلكيشن. الابلكيشن ده بيتشيك الايميل بتاع حضراتكم، تمام، اللي يشوف لو في سبام، لو في الايميل ده سبام يروح يرميه في الايه، يعمل له ديليت. يعني wanted يخليه موجود في الايه، في الانبوكس يعني، تمام. فده طبعا مثال تاني، لان كل الاكزامبلز التانيه كانت ايه، كانت فيزيكال. خلينا نشوف كده البرفورمانس ميجر بتاع السبام فلتر از انتليجنت ايجنت، الانفايرمنت، الاكتويترز، السنسرز، تمام. فالبرفورمانس ميجر تمام بتاعنا ان احنا عايزين ايه في من الابلكيشن ده، انه يمينيمايز الايه، حاجه اسمها الفولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف يعني ايه؟ يعني انا ما اقولش على حاجه بوزيتيف وهي مش بوزيتيف، فاهمين ازاي؟ وكمان يمينيمايز الفولس نيجاتيف، يعني ما اقولش على حاجه نيجاتيف وهي مش نيجاتيف. يعني بمعنى ايه؟ يعني ما يكونش الحاجه سبام وانا اقول عليها ايه، والابلكيشن يقول لي عليها لا دي وونتد. وعايزه كمان ان هو يعمل لي مينيمايزنج للحاجه اللي هي لو وونتد يقول لي عليها سبام، تمام. انا مش عايزه دول، انا عايزه لما يكون وونتد يقول لي وونتد، ولما يكون سبام يقول لي سبام، تمام. فعشان كده هو بيعمل حاجة اسمها minimizing للفولس بوزيتيف، يعني لو هي مش لو هي سبام ما يقوليش عليها انها wanted، ولو هي مش ولو هي wanted ما يقوليش عليها سبام. انا هو ده البرفورمانس ميجر بتاعي، تمام. طيب الانفايرمنت بتاعتي ايه؟ هي بقى الايميل بتاعي، بقى الايميل اكاونت بتاعي، تمام. الاكتويترز بقى الاكشنز اللي انا هاخدها ايه، ان انا لو طلع سبام امر على ان هو سبام، او ان انا اعمل له ديليشن، تمام. ده الاكتويتر، دي الاكشنز اللي انا هاخدها، تمام. والسنسرز، السنسرز بقى بجيب الداتا منين؟ بجيبها بقى من الانكومنج ايه، من الانكومنج مسجز، تمام، من الانكومنج مسجز. طيب هل واضح التطبيق بتاع البيز على ابلكيشن عادي يعني مش فيزيكال؟ اه انا عن نفسي أيه. طيب خليني حاجه بس، انا مش هطول على حضراتكم يعني، بس هي حاجه اخيره بس انا عايزه اتكلم عليها في الجزئيه دي، اللي هي ان ممكن الانتليجنت ايجنت يكون شغال ديبند على الجول بيزد، او يكون شغال على الكوست بيزد ايجنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ممكن ان الايجنت بتاعي، تمام، يكون جاست ان هو بيقيس لي الجول، لو حقق الجول يبقى كده تمام الدنيا تمام، تمام. او يكون في عندي ايجنت تاني شغال على الكوست بيز. يعني ايه؟ يعني هو هنا مش همه الجول قد ما همه تكلفة الايه يعني الكوست نفسها. طب الكلام بس مش واضح قوي، خلينا ناخد اكزامبل يكون لطيف كده ويوضح الدنيا اكتر. انا طبعا فيري سوري لان شايفه ان الاكزامبل هنا يعني الارقام مش باينه قوي، بس انا هحاول مع حضراتكم ان انا اوضح لكم الدنيا ازاي، يعني اوضح لكم الارقام. هو الاكزامبل ده عشان يفرق لي بس ايه يعني ايه ايجنت شغال على الجول، وايه يعني ايه ايجنت شغال على الكوست بيز، تمام. ايجنت شغال على الجول زي ما احنا خدنا كده في الاوتونوموس كار ولا السيلف درايفنج كار، ان انا بالنسبه لي ان هو
يحقق لي السيفتي، يحقق لي ان انا اوصل في تايم مناسب، يكون مثلا بيشتغل مثلا مثلا برولز، يعني بيحقق الرولز اللي انا شغال عليها and so on يعني. تمام. انما الكوست بيز خلينا نشوف مثال زي ده. الكوست بيز ده عباره عن ايه بقى؟ الكوست بيز ايجنت بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي لو خدنا المثال بتاع السبام فلتر ابلكيشن اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي، هو انا دلوقتي لو الايجنت بتاع السبام، لو انا عندي تو ايجنتس، تمام، لو انا عندي تو ايجنت يعني برنامجين، برنامج شغال على السبام فلتر وبرنامج تاني برضو شغال على السبام فلتر، واحد منهم طبعا المفروض هنا في ارقام بس مع الاسف انا اسفه يعني ان هو مش موجودين يعني مش واضحين قوي يعني، في عندي ايه زي ما انتوا شايفين في التيبل، تو تيبلز الصغيرين دول الارقام مش واضحه قوي، الايجنت 1 والايجنت 2. لو قلت هنا بالنسبه للايجنت 1، ايجنت 1 عمل ايه هنا؟ ايجنت 1 قال لي، جاب لي ايه؟ جاب لي ان انا 189 wanted، وهو قال عليهم wanted، يبقى تمام، يبقى شاطر، يبقى كويس قوي، تمام. وجاب لي 799 سبام وهو قال عليهم سبام، تمام تمام يبقى كويس جدا برضو. طيب وراح عمل ايه بقى؟ كان هو سبام وقال لي عليه واحد، يعني كان في ايميل واحد بس سبام وقال لي عليه wanted، اوكي، وكان في 14 wanted وقال لي عليهم ايه؟ وقال لي عليهم سبام. يبقى كل القصة هنا ايه؟ ان هو غلط في 15 واحد، تمام؟ طب نبص على ايجنت 2، ايجنت 2 عمل ايه؟ لو انا بس الارقام مظبوطة معايا، هو تقريبا جاب 280 وونتد وكانوا وونتد، تمام؟ وكان 762 سبام وقال عليهم سبام، فكل ده كويس قوي. انما كان في 38 سبام وقال عليهم وونتد، وزيرو وانتد قال عليه سبام. فمعنى كده ايه؟ ان الايجنت الاولاني غلط في ايه؟ في 15 بس، والايجنت الثاني غلط في كام؟ في 38. اوكي، طيب معنى كده انا لو هختار، انا لو عندي التو ايجنتس دول او التو ابلكيشنز دول، انا اختار اشتغل على ايه يا جماعه؟ المفروض اشتغل على اختار الايجنت 1، صح؟ لانه ده بيغلط اقل، الايجنت الثاني غلط بيغلط اكتر. بس احنا هنا لو بصينا على الكوست هنلاقيها مختلفة. ازاي؟ ان انا هنا في ايجنت 1 غلط جاب لي 14 واحد كانوا وونتد وقال لي عليهم سبام، تمام، كان 14 يعني ايميل وونتد انا عايزهم، انا محتاج ال 14 ايميل دول، بس هو راح عامل لي عليهم سبام وراح عامل لهم ديليت، تمام. طيب والتاني، التاني لا، زيرو وانتد قال لي عليه سبام، يعني ما فيش ولا واحد وانتد قال لي عليه سبام. الكوست بتاعت الوانتد اللي قال لي عليه سبام، انا كان ممكن يكون جاي لي ايميلات مهمه جدا، ان انا مثلا كسبت مثلا مليون جنيه مثلا ولا حاجه، مع ان مليون جنيه ما بقتش حاجه بس يعني مثلا، اوكي تمام، وراح عامل لي عليه ديليشن، تمام. معنى كده ان الكوست بتاع التكلفه بتاعت الغلط اللي غلطه الايجنت 1 اكبر بكتير من الكوست اللي ايه اللي غلطها ايجنت 2. هو اي نعم الثاني ايجنت 2 غلط في 38 ميل، بس عمل ايه؟ السبا قال لي عليهم وانتد، اي نعم دي هتبقى حاجه رجله، يعني ان انا هدخل كل هلاقيهم في الوانتد وانا مش عايزهم، هبتدي ايه انا بقى بايدي اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم ديليشن. انما الايجنت الاولاني لا، ده غلط لي ان حاجات انا كنت محتاجها وهو ايه؟ زي راح عامل لي فيها ايه؟ راح عاملها لي سبام. الحاجات دي كمان الايجنتس دي الكوست بيزد مهمه جدا كمان في حاله المجال الطبي يا جماعه طبعا، تمام؟ ان انا الكوست ان مثلا ان سيستم يطلع لي كيس انها مثلا بوزيتيف وهي نيجاتيف، او هي نيجاتيف وهي بوزيتيف، دي كارثه. لو طلعها لي مثلا، لو كيس مثلا كسيستم مثلا هيلث مثلا بي 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 بيشوف مثلا مرض معين او وات ايفر يعني، وكان هو بوزيتيف وطلعه لي نيجاتيف، دي طبعا كارثه، خلاص هو هيعيش عادي كانه ما عندهوش حاجه، وهو كان المفروض السيستم يطلعه لي ان هو ايه؟ ان هو بوزيتيف. طبعا الكوست عاليه جدا 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 بتاعه ان حد كان بوزيتيف وهو طلعه لي نيجاتيف، والكوست دي اكبر بكتير قوي من ان حد كان نيجاتيف وهو طلعه لي بوزيتيف.
اي نعم هو طبعا هيبقى ضغط نفسي عليه ان هو كان نيجاتيف وطلعه بوزيتيف، هيتضايق فتره، انما في الاخر هيعمل تحاليل اند سو اون، وفي الاخر ايه، وفي الاخر هيلاقي نفسه كويس ويفرح تمام. انما اللي يا عيني كان بوزيتيف وطلعه لي بقى السيستم ده نيجاتيف، ده الكوست بتاعته عاليه جدا تمام، ده ممكن الكوست تؤدي الى حياته يعني، صح؟ فبالتالي انا عندي مهم جدا ان انا كمان الايجنت بيبقى عندي مش جاست ان انا اشتغل على الجول بس، لا ده انا كمان في عندي حاجه مهمه جدا هي الكوست بيزد ايجنتس تمام. يعني ثانك يو يا جماعه، واتمنى ان يكون بس البيزكس دي كانت مرضيه لحضراتكم، وتكونوا يعني اتبسطتوا من السيشن. ولو في أي حد من حضراتكم بس عنده أي سؤال أو عنده أي حاجة، أهلا وسهلا بأي سؤال. أهلا بحضرتك. دكتور عبير، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو العفو يا دكتور. ميرسي، توك شيقة بصراحة، معلومات كلها جديدة علينا. حضراتكم في أي أسئلة تفضلوا، لو في أي سؤال تفضلوا حضراتكم افتحوا المايك. عايزة دكتور عبير لو ممكن حضرتك برضه تقول لنا، يعني هو دايما السؤال اللي يعني بيتوارد على خاطر أي حد، هل ممكن الذكاء الصناعي فعلا هيحل مكان الإنسان في يوم من الأيام، مثلا فيما يتعلق بالإيموشنال إنتليجنس؟ هل ممكن وصلوا فين للجزئية دي حاليا؟ وصلنا لفين يعني في الجزء ده؟ هو طبعا دلوقتي يا جماعة يعني مش عايزة أقول لحضراتكم طبعا يعني الأبحاث ماشية بطريقة شنيعة إنها توصل زي ما احنا قلنا كده للسترونج AI، إن هو يكون عنده consciousness، كان يكون عنده free will، إرادة، ويكون يقدر إن هو يتعدى الحدود الالجوريزمز والرولز اللي مكتوبة له جوه السيستم نفسه يعني تمام. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفيلد طبعا بتاع الافكتيف كومبيوتنج ده بقى هوت توبيك كبير قوي قوي قوي، وكل الـ الابحاث شغاله عليه. وطبعا في الروبوتس اللي موجودين، اللي كل الروبوتس الموجوده تقريبا بتعتمد على كل الفيلدز اللي احنا اتكلمنا عنها دي. انا اي هوب يعني انا كعبير يعني انا اتمنى ان انا ما اوصلش لقصه السترونج اي اي بصراحه، لان اعتقد ان الوضع هيبقى صعب يعني، هيبقى مدمر يعني، ان هو يبقى يوصلوا ان هم يبقى عندهم فري ويل كده ويقدروا ان هم يعني، مش عارفه ايه راي حضرتك يا دكتور غاده في القصه دي؟ لا، انا اتمنى طبعا ان البني ادم يفضل ان كنترول، وهو هيفضل ان كنترول. واذا كان الاي اي هيسبق او هيكون عنده كونشسنس في يوم من الايام، فده هيبقى تقصير من البني ادم اللي بيكونترول كل المنظومه دي. زي يعني انا هروح في قطاع تاني مختلف شويه، يعني مثلا في السايبر سيكيورتي. ما كل ما زي ما بالظبط احنا بنامن الماشينز بتاعتنا، وبعد كده يجي ناس تحاول تعمل فيروسز عشان تقدر تخترقنا وهكذا، فاحنا نبتدي نعلى ونأمن تاني and so on. برضو في الاي اي نفس الكلام، يعني لازم بقى يكون في اليات، لان احنا نحترم الاخلاقيات. في الريسيرش لازم نكون عندنا وعي ومتوجهين نعمل ايه وما نعملش ايه. لازم نواجه الاجيال برضو خطورة ان يحصل consciousness، مش بس عشان الكنترول، بس علشان ما نعملش اوتوميشن لاشياء كثيره هي في الاساس سوشيال وافكتيف زي ما حضرتك بتقولي. فهي عايزه ميكسز من حاجتين، يعني ابروتشز علميه وابروتشز برضو توعويه، علشان الاجيال الجديده ما تاخدهاش زهوه الاي اي كده، ونفضل ماشيين في اتجاهات يمكن ما تبقاش احسن حاجه في الدنيا يعني. تمام يا دكتور، فعلا يعني، لان فعلا يعني لازم يعني لازم الـ 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 يبقى عندنا وعي يعني، زي ما دكتور غاده كده بتقول ان فعلا كل ما، وهم على فكره يعني في قوتين يعني، في قوه بتحاول ان هي تعمل تمشي في الاتجاه ده، وفي قوه تانية بتحاول تضغط انها ما نوصلش للليفل ده، لان الليفل ده برضو ممكن يبقى مدمر شوية، لأن مش كل الناس نواياها كويسة، ومش كل الناس يعني
مش فدينا فاضلة يعني، فممكن يستخدم في استخدامات سيئة جدا 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 يعني. ف ده حقيقي يا دكتور. انا عايزه اشكر حضرتك جدا على البرزنتيشن اللي هي تبدو دسمه شويه للبعض اكيد، لكن هي ادت فاونديشن مهم جدا عشان احنا اعضاء هيئه التدريس، احنا بس مش بنمسك التولز ونستخدمها من غير ما نبقى نتفكر يعني في اللي ورا التولز ده. واستوقفتني كلمه مهمه جدا حضرتك قلتيها، السنسورز مش بالضروره هارد. يعني انا لو عندي موبايل ابلكيشن بلم بيه داتا او اي ابلكيشن، مش لازم موبايل، اي ابلكيشن بتجمع داتا، فانا كده جمعت كتير 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 اقدر اعمل بيه، اقدر اليرن منه، اقدر اطلع منه نتائج جيده جدا. والمثال قدامنا تشات جي بي تي، يعني احنا بنتكلم في داتا، التشات جي بي تي عمل كده بشويه داتا اتجمعوا بيسكلي عن طريق يعني دوكيومنتس موجودة أو بيانات موجودة أوفر إنترنت أو كذا، محدش مسك يعني سنسور ديفايس هارد علشان إيه يجمع بيه شوية حاجات. حتى الصور بتهيالي فهي تكون قواعد فيها صور كتيرة، لكن فكرة إن أنا أتصور إن قوتي في إن أنا أجمع بس بالهارد ديفايسز دي فكرة يعني. اكيد طبعا، انا مثلا لو بعمل ايمج بروسيسنج وبجمع صور مثلا في مدينه او في مكان او كذا، صور حقيقيه وبحللها، اكيد طبعا ده له تطبيقاته، بس انا ستيل بمجرد الداتا اللي بتبقى جنريتد في التطبيقات بقى حاجات كبيره جدا ممكن اعملها. علشان كده خلينا نرجع بقى للاساس ونقول ان الاوتوميشن مش خيار، الاوتوميشن مهم جدا 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 جدا. طبعا انا بالذات يعني استاذه نظم معلومات، انا هيجيله سكيزوفرينيا من الحاجات اللي بدرسها للطلبه وبعمل عكسها، او مش انا اللي بعمل عكسها، او المجتمع بيجبرني ان انا اعمل عكسها، او المؤسسات اللي اعمل معها بتجبرني ان انا اعمل عكسها، عشان الليفل اوف اوتوميشن لسه مش عالي زي ما احنا عايزين. الليفل اوف اوتوميشن بيسمح لي ان انا كل الديتا تبقى كابتشرد، ما فيش يعني بلغة الميكانيكا والانفورميشن ثيوري ما فيش انتروبي، يعني ما فيش فقد للبيانات وفقد الحاجة. فكل الحاجات دي لما بتكون عندي عملت لها كابتشرنج، اقدر بقى اراكمها واقدر احللها واقدر اتعلم منها واقدر اطلع منها ترندز واتجاهات و و و والحياة بتبقى شكل تاني خالص. زمان اول ما ابتدينا يعني ندرس نظم المعلومات كنا نقول للاولاد الدور الاولاني هو التي بي اس او الترانزاكشن بروسيسنج سيستمز، اجمع بياناتك وكده اطلع الدور اللي فوق خد القرارات. الاي اي مبني على الاي اي بياخد قرارات بيدي اتجاهات، ومبني على الاناليتكس بتاعت الداتا اللي هي برضو مش هتيجي غير لو انا عندي a good level of automation. ارجو ان كلامي ما يكونش يعني هيروغليفي شويه، بس لازم كل حاجه تكون مسجله النهارده، لازم كل حاجه تكون ريكوردد في داتابيزز واكسسبل باي تولز علشان اقدر اشتغل عليها واطلع منها احسن حاجه ممكن اطلعها. واجان بقى يمكن دي اخر كلمه هقولها بعد اذن حضراتكم، يعني خلينا نقول ان احنا لحد دلوقتي we are consuming technology. لا انا بقول تكنولوجي بوجه عام، وطبعا we are consuming AI بوجه اساسي. يعني بندرس الطلبه شويه حاجات حلوه، لكن فين اميره او فوزيه اللي هي مثلا سيري، هم عاملين سيري ومش عارف صوفيا أيوة يا وكده، انا دكتور، عايزه اعمل اميره فوزيه أليكسا فوزيات. حقنا نعمل كده ولا ما نعملش؟ طبعا فين الشات انجنز انتصار. بتاعتنا؟ فين الشات انجنز بتاعتنا؟ وبرده هرجع تاني اقول لحضراتكم الكلام ده مش هينفع ان انا انط الدور الثالث وانا لسه مش في الدور الاول، ما انا لازم السنسورز بقى اللي هي مش بالضروره هارد زي ما دكتور عبير بتقول لازم تشتغل، ولازم ابتدي اعمل الديتا جاذرينج اند سو اون. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وارجو ان الامور الدسمه دي طبعا عمرها ما تبقى دسمه على زمايلنا اعضاء التدريس طبعا، يعني انتوا اساتذتنا. وبشكر الدكتوره عبير على التبسيط الجميل اللي حضرتك قمتي بيه، وكل مره شكرا وانتم طيبين. شكرا جزيلا. يا دكتور، شكرا لحضراتكم جدا جدا، شكرا للدعوة من حضرتك يا دكتور غادة، ألف شكر، ألف شكر. تحت امر حضرتك، تصبحوا على ألف خير.